بينضم لنا بهيدي الأثناء ضيف نبض بيروت، من دون بامبر نبض بيروت، من دون شيء، دكتور عماد رزق، أهلا وسهلا فيك. أول شيء مساكي ومساء الحرية، ونحن منبارك. طبعا نحن متضامنين مع كل الشهداء، مع الدم كل إنسان لبناني سقط بكل هذه الحرب، مش بس بالانفجار، لأنه في شهداء كتير راحوا مظلومين غير شهداء المرفأ. وكمان منبارك الحرية للمظلومين، لأنه هذا كمان ظلم، لا الشهداء لا أهلهم بيقبلوا، ولا الشهداء محل ما هن عند ربهم بيقبلوا هذا الظلم، لأنه الحقيقة في مكان آخر. ونحن مبارك كمان للصديق وبدري خروجه الحقيقة في للحرية. مكان آخر وصلت له، طبعا لأنه بالفعل يعني اليوم بين أكثر وهذا مرة. الصراع بين البيطار وعبيدات أظهر أين الحقيقة. هلأ منفوت فيها بالتفاصيل، بس بدي بلش معك لو هيك على المستوى الإنساني، لأن ذكرت شيء كتير مهم دكتور رزق. وبالأسبوعين الماضيين شفنا مشهد عن جد، وكأنه المقصود أنه نشوف مشهد صدام بين أهالي الشهداء وأهالي الموقوفين المحررين اليوم، خلينا نقول بعد بانتظار نشوف الموقوفين الآخرين. شو اللي كان مطلوب نوصل له؟ يعني شفنا مشهد بالفعل خطير جدا قبل ما فوت بالصراع يلي ينذر إنه لبنان منه بخير أبدا. شوف، لبنان منه بخير لأنه أفعال الشيطان والشر تعمل وتعبس به، بس أكيد لبنان بخير لأنه أرض القديسين. وهلأ أكيد نذر اللي عامله بدري، أكيد هذا بيثبت يعني الظلم اللي كان واقع، وهذا بعتقد ظلم واقع على كل اللبنانيين. في مصاصين دماء عم بيمصوا دمنا، وفي محاولة انقلاب صارت من 3 سنين، بلشوا يحضروا له قبل. إذا كانوا بيعتقدوا يستعيدوا مشهد الضباط الأربعة ويستعيدوا مشهد هذه التركيبة، خليني أقول اللي أحدثوها واللي صارت، وكأنهم كانوا عم بيحضروا بهذا، يعني تصورت 13 شهر. القاضي بيطار منه مهتم أو منه معني بمتابعة ولا بصرخات أهالي الشهداء، فجأة قرر نقى إخلاء سبيل بعض الأشخاص وترك إخلاء آخرين. تصوري أنه مين سرب خبر لقائه بالفرنسيين أول مرة وتاني مرة، أنه هو رفض لهم طلباتهم. تصوري أنه يعني الحادث اللي حصلت على قصر العدل من فترة، واللي كانت أدت إلى احتراق البلد، عم نحكي من أسبوعين، مع ويليام نون، مع ويليام نون طبعا يلي هو كمان مظلوم وخيه أكيد. مظلوم، وكل أكيد. ويعني كل الشهداء هدول مظلومين. بس كمان لازم ننتبه كيف عم بيلعبوا فيهم. في منظومة قضائية أمنية إعلامية سياسية اقتصادية، هيدي من مصاصين دماء، هيدي اللي عملت الحرب بلبنان، هيدي اللي ما زالت هي اللي سببت احداث الطيونه، وهي اللي بتعتقد انه بتعطي كريديات للامريكيين او لغيرهم لحتى لتمرق باسات على مستوى انه سلاح حزب الله والفساد و و و وهي المنظومه المتحكمه، هي الديب ستيت، هي الدوله العميقه يلي تحت عناوين ومسميات عم تلهي العالم، ساعه بصيرفه، ساعه بدوائر عقاريه، ساعه بجمرك، ساعه بدولار طالع، ساعه بدولار نازل. شوفي شو هالمصادفه، من عم بيتحكم بمنصات الدولار؟ مين عم بيتحكم بهذا القرار المشبوه اللي طلع بتوقيته؟ مين عم بيتحكم بهذا الصراع القضائي؟ لما أنا كمواطن بتطلع بشوف قضاة مفروض يكونوا هن أقسموا على العدل، قاعدين عم بيتصارعوا بغض النظر وين الحق. لما أنا شوف اتهامات متبادلة بيعملوا انتقائية باختيار ضباط معينين لأنه بدهم يوصلوا من خلالهم، هيدي مش لعبة بليار، فكرهم بيضربوا طابلة تنزل حجر تاني. عم تحكي تحديدا، خليني فوت معك هيك تنفوت بس إذا بتسمحي لي. أكيد أنا أتخوف، وهذا ما بقى خوف، صار أصبح شبه يقين، في أدلة عليه. هناك مسرح كان يعد لاستهداف دمشق من بيروت، اللي عد المحكمة الدولية في السابق ليسقط الرئيس بشار الأسد ومن بعدها يعمل حجار دومينو على إيران، هو اعتقد أنه بيعمل هيدا البافر زون 13 شهر وبيرجع بيعمل الهجوم المضاد في ظل من جناح بيجوا بيفتحوا الحوار مع الرئيس الأسد، ومن جهة تانية بيحاولوا يعملوا توتر وانقلاب. وفي ذلك الوقت إذا بدك بهيدا اللحظة لما يستهدفوا ناس بعينهم، هن عم بيضربوا أسوار دمشق، وهن بيعرفوا أنه التحقيق اللي إجا على لبنان ما اجا كرمال يشوف الفساد بلبنان، اجا كرمال يخترق منظومات متعلقة بكيفية بقاء وصمود سوريا
في ظل عقوبات وفي ظل قانون، وحتى اجوا بظل قانون كابتاجون اللي طلع، كابتاجون اكت اللي طلع ب 22 كانون. يعني نحن كنا عم نعيد عيد الميلاد وراس السنه، الامريكيين اصدروا قرار وحلوه على الكونغرس، وهذا التحقيق اللي بلشوا فيه هو تحضير الارضيه ليقدروا يفهموا طرق تمويل وكيف باقيت دمشق عايشه وكيف تتغذى دمشق، لانه كلهم بيعرفوا انه صمود دمشق من صمود بيروت المقاومه، فهن عم بيحاولوا يضربوا هيدي المنظومه. ونقطع السطر اللي عملوه ببيروت، دفعوا الشعب اللبناني ثمنه، وهلا عم بيدفعونا جوع. خلينا نروح يشوفوا الجوع بسوريا، خلينا نروح يشوفوا شو عم بيعملوا ببغداد، دوله نفطيه بتطلع مليارات الدولارات، شعبها جايع. شو روحوا شوفوا شو عم بيحكوا هلا العقوبات اللي فارضينها على البنك المركزي العراقي، كله كرمال شو؟ اما ان تخضع للاملاءات واما ان تستسلم. لا مش ضروري هيك. كتير خطير اللي عم بتقوله دكتور عماد، يعني نحن هون عم نعمل عن ربط صحات، منا صحات أكيد. منفصلة. تفوت معك تغري بالموضوع ما رح فوت، خلينا نفكك. الخروج وهيدي الخروج إلى الحرية، هيدي يعني التسوية ستكون بالقوة، ولح نشوف مفاعيلها. طبعا رح نعيش 20 يوم صعبين، 20 يوم عم بحدد. امبارح سمعناك قلت لي 30 ساعة، شو 20 يوم؟ لا هذا قديم، تسجيل قديم، 30 ساعة فوضى. هلا احنا عم نعيش ارهاصاتهم، كل يوم بيعملوا لك ضخ شوي، كل يوم بيعلوا الدوز، تسكير طرقات وكذا، الشعب المظلوم ما بيفور اذا طلع شوي دولار ونزل، هذه منظومة عم تحرك عالم. ما تنسى انه حتى اعطيهم حتى يسمعوني ويسمعوا مزبوط، جمعية المصارف امريكا تخلت عنكم، بعدكم بربع ليرة، دبروا حالكم. رياض سلامة امريكا مش حتى زيح احمر وراك، ما بهم الشخص، ما حدا رح يضحي بكل شيء كرمال شخص. دكتور رزق كتير عم تعطيني تفاصيل اول حلقة، خلينا نفكك شوي شوي. التسوية مشيت، في وجع شوي، رح نقطع 20 يوم 20 يوم يعني هلا لنص شباط. خلينا بلش انا وياك لكينا نفكك هيدا المشهد. هيدا المشهد كنا بلشنا نشوف طلعة الدولار بشكل جنوني، يعني نحن اليوم على عتبة ما بعتقد في حدا من اللبنانيين قادر يحملها. اللبنانيين مش بدهم ينزلوا الناس على الطريق، هي القصة. ليش بدهم ينزلوا على الطريق؟ لأنه بدهم فوضى قبل التسوية ليحسوا شرون الطاولة. تصوري ناس مين عم تطلع روح، مين يلي طالب؟ هيدي المنظومة اللي مصت لنا دمنا من 30 سنة، جددت حالها، قتلت حريري في ذلك الوقت لحتى ترجع تجدد لحالها. عملت 17 تشرين، خلوا يسمعوني، في ناس 17 تشرين أخذت عغفلة. نحن مع الثورة، نحن مع التغيير، نحن مع الحق، بس نحن ضد هذا التسكير. خلال التسكير شو عملوا؟ آخر أموال اللبنانيين هربوها بظرف 30 سنة، سارقين 320 مليار دولار. 320 مليار؟ نعم. من وين اجوا هول 320؟ انت كل شيء بتدفعيه ضرائب اخذينه، مصين الدوله كلها. بس 320 مليار مصين المساعدات الدوليه، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، يو اس ايد، ما مخليين شيء، فاسدين العالم معهم، يعني مش بس فاسدين اللبنانيين، لك فسدوا الاتحاد الاوروبي، فسدوا السفره اللي كانت تجي لهون، يا عمي محكمه التحقيق الدوليه اللي اجت لهون، ما صرنا نشوفهم باليخوته. ما بدنا نحكي هلا سكرت، ما خلص سكرت، شو فكرك هلا ما بيرشوا اللي اجوا؟ اللي اجوا مين؟ القضاة الاوروبيين بموضوع المالي؟ نعم. بموضوع المالي؟ ايه طبعا واصلين له. خلينا ارجع لكينا، بس ما زبطت، خلينا نمشي شوي شوي، اروق علي لانه كتير كتار من 320 مليار للي كتير كتار عمليا. القاضي طارق البيطار من بعد تقريبا سنة من كف يده عاد بقرار مفاجئ، يقول الرجل انه هناك اجتهاد هو عمله بناء على دراسة هو عمله ليعود الى تحقيقات مرفق بيروت. اولا ما بعرف هيدا الاجتهاد هل يبنى عليه. بالمقابل القاضي غسان عويدات اليوم أخذ قرار بإخلاءات سبيله، هو أصلا متنحي عن الملف لوجود صفة قربة، بأي صفة أخذ مثل هذه القرارات؟ بأي صفة القاضي بيطار بيتنحى 13 شهر وبيقرر بلحظة صفر يتدخل؟ شو صار عمليا دكتور؟ أنا عم بسأل، أنا بالقضاء ما بعرف، بس حسب ما سمعت، يعني أنا شغلي ما بعرف فيها، بس حسب ما قالوا لي انه ما عنده القدرة القانونية والخبرة اللي بتسمح له قضائيا يقدر يعمل هيدي المطالعة العدلية هالقد. وكمان بالمقابل القاضي غسان عويدات بغض النظر عن القربة، معلش ابن عويدات تاريخ في القانون وفي القضاء وفي الحكم، يعني بالعائلة مش هيك؟ بس هيدا ما بينفي انه يكون قد اخطأ. انا ما بقول اذا اخطأ، ما بعرف، ما بقدر احكم، ولا نحن عم نحكم، بس عم بقول انا اذا بدي اعمل قراءة، انا قراءة عم بعمل قراءة، هيدا الشخص
خليني اشوف ب 13 شهر شو عمل هداك الشخص. 13 شهر قاعد بالبيت شو بيشتغل؟ 13 شهر شو صار بهال 13 شهر؟ بس 13 شهر مش هو بإرادته، يعني عمليا في طلبات لكف يده، كلنا بنتذكر 13 شهر قرر ما يواجه حدا، وهلا قرر يواجه؟ ليش قرر هلا؟ هل حدا طلب من القاضي طارق؟ هلا اذا بدك بنقدر نعرف ليش. لا في مسرح هون نربط الاقليم بلبنان. هلا شو بيقولوا لي؟ لا شو خص لبنان؟ اول شيء لبنان ليس على المسرح الدولي، يعني اذا بنصرخ كل النهار مهم، وهيدي رح اقولها للمره العاشره، مهم صوتنا ما يوصل لبرا، مهم ما نزعج، صرخوا قد ما بدكم. من جوع كوبا جوعانه وغزه جوعانه ونص العالم رح يصيروا جوعانين، ما حدا سالنا حدا. اهم شيء ما نزعج، اهم شيء ما نعمل احداث مثل الطيونه. يعني اللي سبب احداث الطيونه هو قرر انه بعد 13 شهر يفكر بلكي بيعمل له شيء حدث ليجيب يستجلب الخارج لحتى يجي لعنا على لبنان. القاضي طارق البيطار هلا سبب احداث الطيونه؟ طب لكن ليه طلع الدولار؟ لكن المنظومه المصرفيه وفي منظومه امنيه معينه وفي قاضي بيطار او ما بعرف مين خلف القاضي بيطار، ما خلينا نقدر نفهم. اذا متنحي كيف مكفوف يده؟ مكفوف يده. طيب كيف قبل بفتره ما صار في مشكل اذا بعينه قاضي معه؟ مش هيك؟ اذا قاضي رديف ولا لا؟ ووقتها احبط القاضي سهيل عبود المحاولة. يعني سهيل عبود كان عم يساعده لقاضي بيطار؟ ليش يقال انه اليوم هو كمان دعمه؟ يعني مش خايف على عظيم حدا. بكره في اجتماع لمجلس القضاء الاعلى. عظيم شو لك؟ ما بقى في له داعي القاضي رديف، شو بعده يدير القاضي رديف؟ ما لك غطا. شوفوا كيف تدبروا التسويه. ما بقى في غطا، اللي غطا اللي كان شيلوه. الغطا من مين؟ هو بيعرف. هو بيعرف. احنا نعرف. شو بدنا؟ المهم هو يعرف وخلص. خلص يدبروا حالهم. يدبروا حالهم. خلصت. دكتور رزق. يعني شارع ما فيه. فوضى بلبنان ممنوعة. دم ممنوع. طيون اثنين ممنوع. حوار بين حزب الله والامريكيين. امريكي مجبر على الحوار مع حزب الله. والحوار بدأ. منيح؟ يرتاحوا. بدأ عبر مين؟ يا اخي شو بدهم؟ امبارح فارضين عقوبات على استاذ حسن مقلد وشركة مش كرمال حزب الله. روسيا والصين، علاقاته بروسيا والصين. نعم. هلا هن لاحظوها بالقرار بس انه منيح اذا لاحظوها، بس شي 20 مرة كاتبين مصرف لبنان، خلي انتبه. بالقرار اذا بيقروا بالانجليزي ما بعرف. رفعوا الغطاء الامريكيين عن رياض سلامة؟ لا، ما بعد ما لاقوا حدا يضمن لهم موضوع تبييض الاموال وتهريب الاموال اللي بده يراقب لهم اياه. هذا الزلمة مكلف بالمراقبة، شاطر، بحب يعني مثل السنافر بيحكي. فإذا ما لقوا واحد سنفور بيخلوا السنافر يضلوا اللي بيكتبوا يضلوا يكتبوا. السمع؟ إذا فيك ما تخلي حدا يجي بدالك بتضل شوي. دكتور رزق، يعني ما في خط أحمر تحت حدا، ما حدا انتاتشبل. أوكي. ما حدا رح يخرب لبنان ويخرب التسوية اللي بلشت من البحر ورايحة إلى أبعد من البحر، رايحة باتجاه جوا بالداخل. خبرني هالتسوية كرمال هالأشخاص. لكن خلينا نشوف شو هي. في عنده الخيارات، في ناس بتوقع من البلكون، في ناس هي نايمة ما بتقوم، وفي ناس بالفترة الماضية صار في إذا بتتذكر تفجيرات واغتيالات وكذا لا يفهموا غيرهم. تعال نقرأ بهالمسرح شو صار. مسرح البور هذا بدنا ننسى. شو بدنا ننسى؟ كيف بدنا ننسى انه مين عمل جريمة 4 آب؟ مين عملها؟ كيف بدنا ننسى؟ شو ما فينا، ما هني بيعرفوا بلعينه موس بلعينه، ما فينا. شو بتقول للاهالي؟ شو بتقول دكتور رزق؟ لا عن جد هلا هي عم بتفهم كثير منيح. صراحة شركات الاسيرونس هلا هالقد، شركات الاسيرونس في خلفهم البنوك بدهم يدفعوا 100,000 لكل ضحية. هلا عم تقول لي انه يلي تسبب بانفجار بيروت منه عامل داخلي، هو عامل خارجي، واليوم الصراع بين صح. كيف ما عرفنا مين اغتال رفيق الحريري؟ مش رح نعرف، وبدهم يحلوها بالمصاري. وعند اليهود، عند اليهود في مثل، اسمعوني اسمعوني، عند اليهود في مثل بيقول اللي بينحل بالمصاري منه مشكل. بس هيدا مشكل. هلا المفاوضات على الثمن. بس في ضحايا سقطت، في شهداء راحوا، في جرحى، هودي مصابين لمدى العمر، كيف بدنا نسلم فيها هيك؟ حتى الموقوفين يلي راح من عمرهم 3 سنين كرمال انه هن منهم مذنبين. عندنا اقارب لنا شهداء راحوا في جرحى، اكيد كل بيت منصاب. بس خليني اقول لك، بس كمان كل بيت من الحرب اللبنانيه، خي هو مجرمين كسروا لبنان من 75 وعملوا بال 90 انقلبوا على الطائف، فرغوا الطائف،
انقلبوا على البلد بال 2005. شو نسينا شو صار بال 2005؟ نسينا بالتفجيرات اللي صارت بالمناطق بجديده وبالزلقه وببرمان؟ نسيناهم هول؟ هو ما في ضحايا راحوا ولو زلمه؟ ما في بيوت اتكسرت؟ يا عمي نحن، انا ابن الجبل، نحن بيوتنا اتكسرت. مين عطانا تعويض؟ ما حدا. هيدا البلد بلد مرق لي لمرق لك. اذا نحن عم نصارع مبدا مرق لي لمرق لك لحتى بركي نجرب نحلم نبني بلد. ما هو بدنا نعيش هيدا المخاض لنشيل هاي المنظومة الثلاثية القضائية المالية الأمنية لنخلص منها لحتى نروح لنبني بلد مش مبني على الفساد والإفساد وال. طيب خليني تابع مع حضرتك التسوية اللي كنت عم تقول عنها. بدأت رحين على لبنان جديد على الأكيد، بس بشخصيات جديدة. هذيك الشخصيات المسرحية اللي عملوها 30 سنة جددوا لحالهم بال 2005، ما مش الحال هلا، ما بقى قادرين يجددوا لحالهم. العالم تغير، امريكا مش مغطيتهم، فرنسا ضعيفه مش قادره تشيل حالها من المحل ما وصلت، والله يعينهم. طيب التسويه لوين رايحه؟ مين بده يرعى هيدي التسويه اذا امريكا مش مغطيتهم؟ يطلعوا باوكرانيا من هلا ل 20 يوم بيشوفوا وين مفاعيلها بلبنان. منيح؟ خلصت. تقدم الروسي باوكرانيا خلصت. عم تقلي؟ خلصت. شو خلصت؟ اللي كان بده اياه الروسي اخذه، الامريكاني جاهز، وقريبا بلشوا يفككوا منظومة زيلينسكي بأوكرانيا، وقريبا رح نشوف كتير اشياء بعد بيضغطوا شوي. منشان هيك شفنا مواقف الاوروبيين هيدي الجمعة كانت شوي حرام. لا بلشوا يخفضوا سقف، يعني من وزير الدفاع الالماني الى غيره من الدول. بدهم يبطلوا لحين امريكا، لان امريكا بس تدور، يعني في عنا بعض السياسيين بلبنان بيدوروا اسرع منهم للامريكان قد ما صاروا بيعرفوهم. هلا زميلي عم بخبرني انه في قصه دبابات الليوبارد يلي واعدينهم فيهم للاوكران. قالوا لهم اذا اجت اول ابرامز بنبعث ليوبارد. ابرامز جاوبون الامريكان صعب كتير ميكانيكيا تصلحوها، يعني ما في ليوبارد. انسوها، انسى. طيب التسويه بدات مثل ما فهمت من حضرتك عم بتقول من البحر، يعني ترسيم الحدود البحريه. صح. الجنوبيه وين بدها توصل؟ الراعي بريطاني بتبلش التسوية من البحر، مش ضروري من هون بس البحر، ما في بحر الحديدة عم بتبعدنا كتير على اليمن. هونيك التسوية بلشت، الراعي بريطاني، التهدئة باليمن. هلأ هو البريطاني دايما دوره مخفي، يعني عم نقول انه البريطاني دايما دوره مخفي بيكون، بس هو بيكون الأقوى. صح. لا هو الاساس. كيف بدها تنتهي عنا بلبنان؟ انا هممني هال 10452 كيف بدهم يتعايشوا مع بعض؟ دائما خلينا نقول بلس لما بنعرف كيف الله رح يرزقنا بعد. شو بدها تتوسع؟ ما هي عم يحكوا بزمه للخريطه دكتور رزق. لا اكيد لا، ممكن رايحين لانظمه حكم، يعني تغيير شكل النظام الحكم. بس الكيان خط احمر عظيم. الكيان قلت لي 10452 بلس. شو هي البلس؟ من وين بدها تنضم؟ مش من ظهر سوريا. من وين بدها تنضم؟ سوريا هي عمقنا استراتيجي واكثر من شقيق. يعني عم تقول لي بدنا نسترد من العدو الاسرائيلي؟ ايه، في عنا مزارع شبعة وتلك فرشوبه، هول رح نستردهم. وعندنا 14 نقطة بالخط الأزرق عم نساوم عليهم، مش عم نساوم بالمعنى إنه عم نفاوض. عم نفاوض، خليني أقول. إيه هول أي مطر بيخلصوا؟ ما تقول لي ب20 يوم كمان. لا بس هذا بروسيس، بس بلشت الأمور. بلشت. أوكي، وكنت عم كانوا من زمان تتذكري كانوا يحكوا وقتها إنه بيطلبوا من الحزب الله ينسحب من سوريا أن يعود إلى لبنان، كانوا يحكوا عن فائض القوة. شو نسيوها للجملة؟ بس بعده موجود فائض القوة ولا لا؟ وين؟ ما اجى فائض القوة، بده يحس حاله مرتاح، مش هيك؟ بس مش على مش على حساب بده يرتاح دكتور رزق. هلا رح نحكي بموضوع فائض القوة، لان ملف حزب الله بدي ناقشه من زاوية علاقته بالتيار الوطني الحر. بس قبل ما انقل لهذا الملف عن جد، عم بتقول تغيير بصورة النظام، نظام الحكم، نظام لوين نحن رح ننتقل؟ هل سنكتفي بما بعرف تطبيق ما لم يتم تطبيقه من الطائف؟ طائف بلس. شو ما بعرف عم بقدر جاوبك، يعني كانوا عم بيحكوا عن لا مركزية إدارية موسعة، إدارية ومالية موسعة. ممكن نروح إلى لبنان الدولة الاتحادية الموسعة، ما بعرف. إيه وهول الاتحادات شو منكون عم نسميهم؟ لا أكيد مش تقسيم، لبنان واحد، كلنا واحد، الشعب اللبناني واحد، وطننا واحد. هلا اهم شيء عندنا شغلتين نتفق عليهم، السياسه الخارجيه يلي من ضمنها السياسه الدفاعيه، لانه الخارجيه كمان ما نحن مش عارفين كيف مدايرين خارجيتنا، يعني
عرفت يعني وقت اجى الوزير باسيل شوي نظم الامور، بس عمليا نحن بدنا يكون عندنا سياسه خارجيه، نعرف مين صديقنا مين عدو. ساعه بيطلع بيان بيستنكر الهجوم باوكرانيا، ساعه بينطر دعم من روسيا، يعني مش نحن ضايعين شوي. نتذكر بدنا شوي هيدي بده رئيس نجيب مئات يجاوب عليها صراحه. حرام ما نشتاق له. شو كمان شفت رئيس نجيب مئات؟ احنا بنصلي بدنا عوجنا يا دكتور رزق كمان بالخمسه، دكتور رزق بالخمسه. رئيس نجيب مئات بالنتيجه هو اليوم رئيس حكومه موجود بالسلطه. التسويه مش معه. مع مين هيدي التسويه عم تحصل؟ ابن عائلة. لا هي كتير قوية. ابن عائلة. شو عم تقلي القاضي غسان عويدات هو رح يكون؟ لا أنا قلت إنه بلشت هيك، شو بدي أعمل له؟ ما عرف يلقطها. هو مع الفرنساوية. خلي يشوف كيف بحلها هو عمر حرفوش. ما بعرف. أنا شوي مرتاح اليوم ما بعرف. مرتاح كتير اليوم عم بتلبكني لإلي يعني. لا هي شوي عذاب لأن أنا عم بحكي والدولار عم بيطلع. منا. العالم عم تنوجع. بس صدقوني روحنا عم تطلع. لو الدولار عم بيطلع هذا دليل انه روحهم بهني، بس تطلع الروح بينفض كتير. ما بعرف اذا شايفين كيف بيموت الواحد، عم بينفضوا هدول الجماعه. هي كان دائما بالفتره الماضيه كان على طول عم التجار السماسره، خلينا نريحهم هالسماسره، فش بقى سماسره مكشوفين. يمكن بس يجي لجنه التحقيق الجديده الاوروبيه يمكن يطلبوا خيك. لمين؟ لرئيس نجيب مئات؟ هيك سمعت. عم تحكي عن الاستاذ طه مئاتي يعني. ما بعرف سمعت انه بدهم حدا بالسلطه، خي حدا بالسلطه، حتى يكون يعني دقيق اكثر. خي حدا بالسلطه في عنده مصاري طلعت من هون وراحت واجت وفي شيء شبهه. هلا اذا هو مرتكز على بريطانيه ما بعرف، هن بدهم يحموا، بده يحكي معهم الليله كثير عم او بده يجوا مع الوفد الالماني يشوفوا المشكل بين المانيا كيف علقانين المان والانجليز دكتور والضحايا رجاني. لانه وقف شركه سيمنز، هدول الجماعه بدهم ينتقموا يعني. لا مشى او دي اف ولا مشى سيمنز، احترنا. فهول الجماعه جايين ينتقموا. بس هلا نحن عن جد عم نصور الوضع وكانه هذا الرجل ما عم يعمل الا مصالح الدول الاقتصاديه عنا. عمليا في شيء اخطر من هيك. نحن اليوم امام ازمه كتير خطرة، كيانية وجودية، جزء منها هو الرئيس نجيب مئاتي. جزء من الأزمة. بس حتى انتبه، جزء من الأزمة بعتقد ايه. تصور انه نجيب مئاتي ظهر بتوقيتات كانت هيك استفهامية، يا ريت بقدر بس نقدر نفهم قصة شو صار وقتها بعدة شي 10 او 12 او اكتر اشتباكات بين جبل محسن والتباني. حتى اليوم ما قدرنا عرفنا اذا فينا نفهم العلاقة بين اللي طلع بصيدة بعبرة، التطرف اللي طلع بعبره في ذلك الوقت والصراع بين مدينة طرابلس وصيدا، انه طلع من طرابلس يا سعد لاطلع من صيدا. ما بعرف اذا بنرجع نتذكرهم. ما هذا بعده بالحبس. اتهامات كتير خطيرة. لا عم بقول بعده بالحبس احمد الاسير. بس هاي اتهامات كتير خطيرة. خلص اسألوه يعني، عم بتوجه عن جد اليوم مين كان يعطيه مصاري؟ هيدا عم مسؤوليتك دكتور. شو عم بقول؟ بس شو قلت؟ عم تتهم الرئيس نجيب مئات؟ لا ما سميت حدا انا، طلع من تمه. شو عم ما سميت؟ قلت عم بحكي عن الاحداث، يمكن عم بحكي عن المختار، ما بعرف. عن المختار ما بعرف مين. ما سميت انا، بنتبه كثير. طيب اوكي. بالملف القانوني لانه عن جد دقيقين ومنا ايه. بس منا هو بيعرف شو عم بحكي، اللي عم بحكيه هو بيسمعني وبيعرف. رجعنا على هو. ايه. إذا سألوني أكيد بقول اللي بعرفه. عم بسألك مين هو؟ شو؟ أنا عم بسألك. هلا في فوضى قضائية فينا نحكي. ضامن انه ما حدا رح يستدعيك. انا محسوب على كمان. لا انه لازم بقصد اللي بدي اقوله. طبعا مش وظيفتي سمي ولا جاي شهر ولا اتهم حدا. انا لكل اللي عم بحكي من موقعي كمركز دراسات كتقدير موقف وكتحليل، في معلومات بتجينا هلا بغض النظر صحيحه غلط، نحن في اوقات نبني على هذه المعلومات تحاليل وتقديرات موقف. بس انا اللي فيه يقوله مسرح الاحداث اللي كان عم بتصير بلبنان من 2010 2011 حتى ما ارجع لفتح الاسلام وللفوضى ولهذه التوازنات، بتعرفي شو كان يجي تشكات ويظهر انه هدول جنود اللي ما بعرف مين وهدوك مدري الله شو. الله يعينهم، في ناس مظلومه يحني بعدهم بروميه، مثل ما طلعوا هالمساجين السياسيين اللي كانوا مسجونين بمرفق بموضوع المرفق، مثل الشهداء اللي راحوا بالمرفق وغيره وغيراته، مثل الشهداء اللي راحوا ما بنعرفهم كمان راحوا بسبب شو؟ بسبب مصاصين الدماء. وهدول مصاصين الدماء هن في موجودين منهم بقلب أجهزة الدولة كلها،
يعني ما حدا يفكر انه صف اول بس، في يكون موظف فئة خامسة، هذه منظومة كاملة، اكيد هالمنظومة عم تتفكك، اكيد نحن بس احكي هالكلام انا روحي على كفي، يعني مش انه ما حدا بس يفكر مين اللي معي. عم يشتغل على تفكيك هيدي المنظومة اليوم عن جد؟ يعني اللي ما بقى بده اياها عم بصراحة، تقصد الأمريكي؟ نعم بده يعمل شيء تاني، في موضوع بس الغاز، بنفس الوقت في حدا موضوع الاستقرار، قربنا على الاستقرار، في موضوع راحوا على التطبيع، في كتير موضوعات خلصت، هي موضوع المشكل بضربك تطبيع ومعي لبنان صواريخ. رايح على نو، التطبيع مش لبنان، المنطقة عم عالدول. بحكي أوكي كمنطقة، لما يجوا يحكوك عن تسوية، يعني تقارب ما بين سوريا وتركيا، تقارب مع السعودية، يعني مشروع 2011 خلص، الربيع العربي خلص، اوكي؟ حطيت إذا هن قدامنا مفكرين يرجعوا يطلقوا الربيع، ربيع المنطقة من بيروت بهاي المنظومة، كمان ما بيمشي الحال. بس مين يلي عم بيواجه الأمريكي لحتى يطلق الربيع اللي ما بعرف شو أمريكي بحد ذاته؟ ايه، ما في تغير بنيوي بقلب أمريكا، أمريكا فيها ركود، أمريكا فيها تضخم، أمريكا بلشت تقتنع إنه الأحادية هي ما بقى فيها تمسك العالم، في مشهد اليوم تعددية القطبية، بطلت أمريكا فيها تقول كن فيكن، بطلت، صار في روسيا بتعترض، صار في الصين بتزعجها، عظيم. بس هي أمريكا الهند عم بتكون راعية المشروعين سوا، لا مشروع فكفكة المنظومة لا لا، ومشروع بداية هيدي المنظومة نشأت ما بعد ظروف معينة، يعني ضمن توازنات ما بعد الاتحاد السوفيتي أوكي. وغيره، هاي المنظومة خلصت، هلا رايحين على تركيبة عالمية جديدة وأقليمية جديدة. يعني إذا بتجي بتطلعي شوفي شو عم بصير، كل الدول يلي هي برو حليفة قريبة ويلي هي حتى مش حليفة كلها عم بتعيش نفس المظلومية، يعني تركيا يلي هي دولة صناعية وتعتمد على الأطلسي عم تنهار اقتصاديا وعليها ضغوط سياسية، الليرة كمان عندها مصر يلي هي تعتبر المونوبول يلي هي مفتاح أفريقيا والشرق الأوسط والممر التجاري الأساسي إلى البحر المتوسط لأوروبا يلي هي قناة السويس بحالة وبأزمة، لا يعني كيف بدي أقول لك، ممكن لسنوات ما تقدر تطلع منها، طبعا مش لأنه أخطأ السيسي، لأنه كان في شيء يخطط وتغير هذا المخطط، وكمان في صراع، يعني اليوم مصر ما بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الكل اللي عم تسعى له الولايات المتحدة انه تحافظ على مكتسبات 60 سنة تمويل، كانت تمول جيوش، كانت تمول أنظمة مؤسسات، عم بتحاول تحافظ على أقل الأضرار، يعني بمعنى آخر الأمريكيين قالوها رح تصير هذه بسوريا وبالعراق وبلبنان وبالمنطقة كلها، اعطونا اللي بدنا اياه وخذوا اللي بدكم اياه وبلا مشكل، هي عنوانها، بلشوا يحكوا الأمريكيين مع الروس على هيدا مش مع الروس، الموضوع. مع الكل، يعني مع الكل بمعنى حتى مع الإيرانيين في هذا الحكي، مع الإيرانيين مع إنه طبعا الاتفاق عبر النووي يعني قنوات، يعني معركش باليمن، بعده يعني حتى نقول واضح بالعراق باليمن بسوريا بلبنان، هذه كلها مسرح متكامل، وقلت لي الأمريكيين وحتى بدأوا الجانب بالحوار الروسي مع قال حزب الله. نعم قلت لي الأمريكيين بدأوا بالحوار مع الحزب غير مباشر، نعم عبر في عدة قنوات لحديت هلا هالقد من هيك، بينه قناة وحدة. لا ما في، هلا انا مش وظيفتي احكي عن اي قناة، بس انا في يقول حزب الله يفاوض من موقع قوة، هالقد في يقول ما في ورق رح يتنازل عنا، ولا ورق رح يتنازل عنا، بالعكس الامريكي جاي يقول له خذ اللي بدك اياه واترك لي شوي، شو بده الأمريكي بلبنان؟ ويمكن وهون اذا بدك رئاسيا ليرتاحوا الاتفاق، بغض النظر واصلة لرئاسيا كمان؟ بدك تسبقني بدك هلا رئاسيا؟ نفوت ولا ننطر؟ لا انا ما بعرف، شو لا 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 رح نحكي. قلي شو بدك رئاسيا احكي؟ ايه. ايه الوفد وفد حزب الله، طبعا هو بيحكي عن نفسه، حزب الله عمل بروباغندا، يعني انا ما شايف قبله، يعني هم اكيد مش من عادات حزب الله انه هالقد يسوي اعلاميا للقاء سياسي. هن طلبوا ايه لا لا ما عم بقول هن طلبوا شو ويكون يعني؟ على الإعلام. ايه ليش المقصود هيدا؟ بس عم نزيد. ما رح اشرحها انا شوي، رح اشرحها عاد ما بعرف اكيد. طبعا هن حزب الله بيحكوا عن حالهم، انا بحكي عن حالي كمان اللي بفهمه. انه هن قبل ما يجوا يلتقوا، يعني قبل ما يعملوا لقاء ميرنا شيلوحي صار اللقاء بكليمونسو ما ننسى. وهن عم بيعملوا مروحة لقاءات لحتى يرتبوا المشهد الجاي. المشهد الجاي اللي هو ما بعد الرئاسة. ما بعرف إذا فهموني. ما بعد الرئاسة، مين الرئاسة الرئيس قطعت أصلا؟ خلصت، مين الرئيس؟ هلا بنحكي اذا بدك هلا قبل ما خلينا بعد لا بعد الرئيس بعد ما بعد، نكون جاهزين، طيب بس يكونوا جاهزين بليز ايه هلا عم نحكي ما مستعدين. بعد الرئاسة، اكيد لما يجي هذا وفد بهذا الشكل وعميرنا شيلوحي، يعني نحن عم نحكي عن علاقة حزب بحزب، مش عم نحكي عن علاقة استراتيجية ما بين التيار او الوزير جبران بيصير
أو رئيس كتلة مسيحية وازنة اوكي مع حزب الله. حزب خلينا الله بعلاقة استراتيجية وأخوة مع جبران باسيل، مش بس مع التيار، يرتاحوا. رح ارجع لك، أخوة لانه كتير كتير كبيره قصه الرئاسه، خلصت لانه في شيء قبل الرئاسه مفروض. بس خلينا ننتقل لعند زميلتنا جريس مخايل. جريس حضرتك بالحزميه بعتقد امام منزله نعم نانسي. للمدير العام للجمارك، تفضلي. نعم نانسي، مثل ما ذكرنا المدير العام للجمارك غادر مبنى امن الدوله، بدري ظاهر طبعا غادر مبنى امن الدوله وتوجه لايفاء ندر معين، وراح يكون عنده سلسله من المحطات قبل ما يرجع على بيته بالحزميه محل ما نحن موجودين بهذه الاثناء. قد لا يكون المبيت الليلي في هذا المنزل لانه في عنده سلسله من المحطات حابب يقوم فيها قبل ما يرجع على بيته، وهو بهذه الاثناء يقوم بايفاء ندر معين قبل ما يعني طبعا يرجع يكمل المشوار هذا اليوم. بس اسمحي لي اقول لك انه في الناس الاصدقاء والاحبه كل يلي بيحبوا لبدر ظاهر عم يتجمعوا تحت بيته لحتى هيك بلفته صغيره منهم يقولوا له انه هن سعيدين جدا بهذا القرار وفرحين جدا بهذا القرار وهن الى جانبه وهن يرفضون الظلم. كل هؤلاء الاصدقاء يتجمعون تحت منزله طبعا بعد هذا الوقت الطويل الذي طال لبدر ظاهر داخل المعتقل، ونحن مش عم نزيد اذا قلنا معتقل لانه بدر ظاهر تم توقيفه من دون اذن، وهو اصلا اذا مثل ما قلنا بالرساله السابقه اذا كان تمت هناك من اهمال اداري يعني انقضت المده من زمان هو ورفاقه ال 17. نانسي اسمعي لي احكي مع الست ليلى والدته لبدر ظاهر. ست ليلى شو بتقولي؟ شو بدي اقول؟ ابني انظلم ابني 3 سنين، هيك لحققوا معه لشي فوتون دغري وحطوهم رهائن من اول ما حطوهم رهائن هيك في ده غيرهم بدل ما يوقفوا غيرهم حطوهم لهم كبش محرقه لابني. شو بتقولي له لبدري هلا بهالاثناء؟ شو بدي اقول له؟ الله ما الله الادمي الله معه، الله مع المظلوم مش مع الظالم، الله مع المظلوم. ابني مظلوم كان 3 سنين مظلوم. بهالثلاث سنين يلي مرقوا عليك شو قال لك بدري هيك شيء خلي يعلم فيك؟ خلي يعلم فيي قال هيدي الكلمة اللي أثرت فيي، قال لي أمي ما تسالفي هم، يكون مظلوم أحلى ما أكون ظالم وما أقدر نام عن خدتي، هيدي اللي أثرت فيي. قدي 3 سنين هيدي اللي أثرت فيي أتشو. مدام ليليان اخته لبدر ظاهر نانسي بدي انتقل لها، اليوم عم بيجربوا يحطوكم بمواجهه مع اهالي الشهداء يلي راح الغالي بالنسبه لهم وفي احبه لهم صاروا تحت التراب، شو بتقولي للاهالي اليوم؟ بدي اقول لهم للاهالي الله يقويهم وان شاء الله بيوصلوا للحقيقه باسرع وقت، وان شاء الله ببين مين اللي حط الانفجار ومين اللي عمل الانفجار. شو بدي اقول لهم؟ الله يساعدهم، يعني نحن فرقت معنا على 5 دقائق، لولا سمح الله بدري ما يعني نهارتها انا دقيت له كان عم بيفتح باب البيت فرقت معه على 5 دقائق، لو هال5 دقائق كان الانفجار قبل ب5 دقائق يمكن بدري كان لا سمح الله 1000 مره من بين الشهداء. ما في شو بدي اقول لهم؟ الله يشفي لهم غليلهم وان شاء الله بتبين الحقيقه، مع انه بشك بهالبلد ما ببين شيء. فخوره ببدري اليوم؟ طبعا انا فخوره وبفتخر فيه كثير، بدري شيخ الشباب وزلمه ادمي وطول عمره معروف مين هو، ولا بيحب السرقه ولا بيحب النهب ولا بيحب شيء، مش هيك حربوه ومش هيك حطوا له اسمه بالمواجهه، والله يحميه والله يقويه. شو بدي اقول له؟ قد ايه كان ضميره مرتاح بهالسنين؟ الحمد لله ايمانه بدري كثير كبير كثير كبير، اقوى منا، كان يقوينا لنا بس ننزل نروح لعنده نحن ونبكي، كان يقول لي اختي ما تبكوا ما 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 هيدا ما في اقوى منه، الله يقويه يمكن ربنا عم بيعطيه القوه لانه مظلوم مش ظالم. لانه ايمانه قوي ابني. مدام ليلى ايمانه قوي ما كان بعده بعقله ابني، لانه الظلم مش قليل، الظلم يعني شو يعني الموت احلى من الظلم. قديه شايفه حالك بابنك اليوم انه ادمي وانه انظلم وانه ما انه ظالم وانه بعرف ادمي ومظلوم شفتي للقاضي طارق البيطار خلال هالفتره اللي مرقت؟ لا شفته بالاول شو قال لي؟ شو بده قال لي؟
قال لي ابنك من اشرف الشرفة. انا تعرفت على ابنك شريف بس تركيني حقق، بس ما فهمت هالتحقيق قد ايه كان بده وقت معه. ما عليه، يمكن هو ما طلع بايده وغيره طلع بايده، ان شاء الله يقدروا. ليه ما بتطلعوا لابني؟ شو بعمل باهالي الشهداء؟ شو ابني حط الانفجار؟ خلص شو بكفيك هالكلمه هالجواب؟ كيف يعني؟ كيف انا شيخ الاوادم وكيف كيف بدي شو بعمل باهالي الشهداء؟ على كل حال تفضلي بس نانسي مدام ايفلين كمان شقيقته لبدر ظاهر المدير العام. تفضلي بس بدي اقول لك لو قد ما يطول الظلم ما بتبين الا الحقيقه. الحمد لله الحمد لله كتر خير الله انه خيي طلع بطل، ومن بعد الظلم اللي لحقه ثلاث سنين تقريبا سجنيه الحمد لله انه طلع بالسلامه وبكامل عقله، ونحن فخورين فيه للاخر. وبنتشكركم كاعلام عم بتضووا على المأساة اللي عشناها، وفرجيتوا قديه هالبلد كيف الواحد بينظلم، وبيكفوا العالم انه اللي ما بيعرفوا الحقيقة بيكفوا بهالقصة. بس هلأ بيّن كل شيء الحمد لله كتر خير الله. شو بتقولي له لبدري له بالتحديد، وشو بتقولي لعائلته مرته وولاده؟ أنا بقولها لمرته الله يقويك، لأنه أنا خسرت جوزي بسلامة قلب خيي 100 مرة، وهي كانت مستلمة 4 أولاد بغياب خيي بسلامة قلبه 100 مرة. بقول لها الله يقويكي والحمد لله على سلامته، وإن شاء الله رجع أقوى أقوى بكثير من قبل، لأنه هو مظلوم. برجع بقول لك هو مظلوم منه ظالم. ولأولاده لبدر؟ أولاده فخورين فيه والله يحميهم، وان شاء الله بنشوفهم بمراكز كبيره مثل ما وصل بدري، ان شاء الله هن كمان بيوصلوا. الف مبروك والحمد لله على السلامه، وان شاء الله ما بقى بتشوفوا الظلم بحياتكم. مدام ليلى انا بتشكرك، وان شاء الله ما بقى تشوفي الظلم بحياتك ولا انت ولا حدا يشوف الظلم، لانه الظلم كثير قاسي كثير قاسي. شكرا. افضل من الظلم. شكرا لكم. نحن بدنا نتشكركم على كل شيء اللي عملتوه مع بدري، لما خبرتوا سيرة حياته، لما عرضتوا سيرة كيف توقف وهيدا. نحن نانسي هي معي على الهواء هلا هي. نحن بدنا نتشكرك ست نانسي باسم بدري وباسم الكل، والله يحميكم، وان شاء الله على طول بتضلكم تبينوا الحقيقة للعالم. مدام ليليان، هيدي واجباتنا، أقل واجباتنا، أقل شيء نحن نعمله إنه نحكي بس عن الظلم والقهر واللا عدالة يلي كانت عم تلحق بخيك، ولأنه نحن بدنا نعرف الحقيقة، ولأنه بدنا الشهداء يرتاحوا، خيي كان لازم يظهر وكان لازم نضوي على هذه القضية. أنا بتشكر. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية وميرسي كثير، إن شاء الله بنكون فيكم بالفرح. شكرا. إذا نانسي هيدي هي الأجواء من أمام منزل بدر ظاهر في الحزمية، قد لا يعود هذه الليلة إلى منزله. عم يوفي ندر في محطات تانية رح يقوم فيها، في زيارات أخرى رح يقوم فيها، ومن بعدها غدا سوف يكون في منزله. نانسي هيدي هي الأجواء، طبعا الوالدة الشقيقتين طبعا متضايقين ومتأثرين، هن فرحانين طبعا بهذا القرار ومتأثرين، ولكن الأهم أنه هن يتعاطفون كثيرا كثيرا مع أهالي الشهداء الذين سقط الأحبة بالنسبة لهم. وطبعا طبعا طبعا ما إلا علاقة خروج بدر ظاهر والموقوفين 16 البقوي بمعرفة الحقيقة وبالشهداء الذين سقطوا. نانسي شكرا لك جريس. كمان شكرا لعائلة بدر ظاهر، يعني مثل عائلات كل المعتقلين. وبس بدك تسمح لي دكتور رزق، لأنه نحن يلي عملناه ما كان أكتر من واجب كل إعلامي عن جد عم بفتش عن الحقيقة وين، مش عم نطلع نستعرض ولا نكب اتهامات على حدا زورا. يكفينا رياح الضمير أنه نكون عم نضوي ولو على جزء كتير صغير من الحقيقة، مش كرمال بدري، كرمال أهالي الشهداء قبل حتى صحيح. قبل بدري ظاهر. بدنا نرجع على موضوعنا، يعني ما بعرف أنا تأثرت كتير بست ليلى. كنت عم تقلي قبل شوي كنا عم نحكي عن لقاء ميرنا الشيلوحي اللي كتير مهم، قلت لي قالت شغلي بس تفضل يعني بتفضل. والدته قالت انه شو بدري هو اللي حط الانفجار. يا طارق انت بتعرف شو صار، مش هيك؟ وكلنا بنصلي بايدنا عوجنا هينة. اذا بدك تقول الحقيقة انت بتقدر تقولها. هلا هو صراحة اللي شيء كتير اكتر بوجع يلي سمعته من القاضي طارق البيطار، شو بعمل باهالي الشهداء؟ اذا بدنا عن جد نريح خبروا الحقيقة، انت بتعرف الحقيقة. الحقيقة ما بنعمل ظلم، انت بتعرف الحقيقة خبرهم اياها.
خلينا نرجع لموضوعنا. كنا عم نحكي عن لقاء ميرنا شلوحي بين وفد حزب الله والتيار الوطني الحر، مع انه المواضيع معك كتير تشعبت. كنت قلت لي الرئاسة صارت، بالعكس الرئاسة خلصت. ماذا يعني ما ان بعد الرئاسة لا خلصت؟ الحكي ما بعد الرئاسة. ليش يعني خلصت الرئاسة؟ ليش صار في اتفاق على رئيس جمهورية؟ ما نحن بعدنا هون الخبصة بس الأساسية. لا لا بالعكس، خلينا نحن نوجه، المشكلة مش باسم الرئيس، المشكلة هي بمرحلة كيف يدير لبنان الجديد، يعني إعادة بناء لبنان، إعادة بناء هذه المنظومة، لأنه هذه اللي عم تتفكك عم تطلع روحها. تنكون واضحين أكثر، يعني هون البحث عم بيصير بمن هو الرئيس الذي سيدير جمهورية مرحلة الانتقال. ايه نعم. الانتقال إلى الجمهورية الاتحادية مثل ما أنت عم بتسميها. نعم يعني نحن بغطاء هيهات من نزلة خميحة بدعم المقاومة بدك طبعاً. تقول دكتور طبعا من هو هذا الرئيس يلي كل شيء رح تشوفيه تحت هيدي العباية. شو عم بتقلي؟ انه الامريكان اجوا قالوا له لحزب الله لا تفضل انت استلم الحكم من البلد؟ مش عم بيقدروا، ما عم بيقدروا يفوتوا من محل. كل مرة لاحظي اخترعوا عدة اختراعات، ما هو اختراعات طبعا هن مبدعين، ما عم نقول لا، هيدا لا شك. ايه دائما بيفكروا اوت اوف ذا بوكس، برافو عليهم. بس كمان انه مفكرين بلان اي بلان بي بلان سي بلان دي، بس انه هدوك كمان بيطبحوا بالقطنة. ما عرفت بالقطنة ما زبطت، بدهم يرجعوا. سائب في مسرح عالمي تغير، يعني اللي صار بأوكرانيا، اللي عم بيصير بين مع تركيا، المشهد اللي عم بيصير مع الصين، كلها هيدي أوراق أمريكا ما بقى فيها تلعب مثل ما بدها. طبعا قادرة تلعب، ما عم نقول يعني مش راح، بس مش تحت سيطرتها يلي ما عم تقصده. بس مش كل شيء بدها اياه بتقدر تعمله لحديت هاللحظة هالقد هي. بس هيدي الدول يعني أكين بتقدر تركيا. عم تضغط أكان تركيا، أكان سوريا، أكان مصر، أكان كل هيدي الدول اللي عم بتعاني من أزمات، وتحديدا على مستوى العملة اللي هي بتشكل عامل صح. ضغط كتير أساسي. ورقة الدولار بعد فيها تلعب، ورقة الدولار، ورقة النفط فقدتها، ورقة الغاز مش بإيدها، ورقة السلاح. ورقة الغاز بلبنان على المتوسط مش بإيد الأمريكيين. لا هي مش بلبنان، عم نحكي بالمنطقة بشكل شرق المتوسط. عم بيحاولوا بكل يعني قبل ما يروحوا على الاتفاق أصدروا بأكتوبر 2019 قرار له علاقة الأمن بالنفط أو النفط والغاز. أوكي. أنه لازم الأمريكيين هن يكون لهم الباع الطويل والكلمة الأخيرة بشرق المتوسط. عملوا كل المستحيل، وبهيدا القرار بالكونغرس أكت بيقولوا كل شهر لازم ينرفع ريبورت للكونغرس، وكل ثلاثة أشهر لازم ينعمل تقييم، وبأي وسيلة لازم يتم كاونترينج راشن أكتيفيتيز إن إيست ميديترانيان سي، عم بيقولون إياها باللغتهم. ما نجحوا. شو بدهم يسكروا على الروس بسوريا؟ الفوضى بلبنان بتضر اسرائيل وسوريا والمنطقه كلها، والغاز والنفط واوروبا، واللاجئين بصيروا يروحوا بصيروا عندهم، مش هيك؟ كلهم عم بيدفعوا مصاري لحتى يروقوها. المشكله وهون خليني يسمعوني مزبوط، نحن رايحين الى مشكله مع الاوروبيين، تبين انه الاوروبيين مصالحهم مع اسرائيل على حساب الشعب اللبناني، يعني ما بيهمهم كل الدعم اللي كان عم بيجي كرمال النازحين واسرائيل. اسرائيل؟ نعم. من اي منطلق؟ يعني فرنسا كل دوله كانت شكل. وهي 13 شهر تبع القاضي بيطار بين ما خلالها ما صارت في فوضى بايران، تعقدت العلاقه ما بعد الاتفاق اللي صار بالبحر، تعقدت العلاقه بين توتال او الفرنسيين والايرانيين. واحسن من هيك انه الامريكيين اشتروا حصص بتوتال، يعني هلا توتال هي الاسم فرنسي، ما توتال انرجي صارت هلا هي يقال. صاروا الامريكيين شارين حصص جوا، انه كبار المساهمين بتوتال كانوا من قبل امريكيين، وهيدا يلي ساهم بوضع ضغوط على الشركه لحتى انسحبت بال 2020 وهلا من التنقيب. هلا ما بعرف ليش بدهم يجوا، بدهم يجوا يعني شوفي تطمينات يعني مين بيعطيهم تطمينات؟ حزب الله بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحريه يلي أنجز. وما بعد الترسيم عم نحكي نحن، ما بعد الحديده، يعني عم بتقلي هالمره الحدود الحديده تسوية شامله اكبر بالمنطقه لسلطنه عمان. كتير منيح. لليمن يعني، يعني عم بتقلي سلطنه عمان محل ما عم بيصير في تسوية ستشمل لبنان، سوريا، ايران، تركيا، اليمن. نعم. اوكي تركيا هي اللي حيكون لها جزء من هلا لاسبوعين ببين شو لها تركيا بعد ما في شيء. ليش من هلا لاسبوعين؟ في مفاوضات بين الروس والامريكيين والاتراك.
على تسوية، لأنه مرتبطة بالبلقان، تسوية العلاقة بصربيا، تسوية العلاقة بأرمينيا، العلاقة بالكوكاز يعني، والعلاقة بسوريا وعلاقة عظيم. تركيا بالمنطقة. هل ما زال رح يخلوا لها دور بالمنطقة ولا لا؟ هل رح يستعملوها لتعمل بالانس مع دول أخرى ولا لا؟ هل رح يكون لها علاقة بعد بأفريقيا ولا بيسحبوها من أفريقيا؟ منشان هيك شفنا دورة مع البيكاكا مع الأخير. هلا حزب العمال الكردستاني طبعا في شد، لأنه حلم الدولة الكردية المستقلة يبدو تبخر. ما مشان هيك لا لا يعني شرق سوريا ستبقى ضمن السيادة السورية مع بعض الصلاحيات. خليني أقول يعني شوف، الحلم إقامة دولة كردية سقط بالعراق لما كانوا الإسرائيليين عم بيدفشوا إلى تفكيك العراق، وكان هذا التفكيك إذا بتتذكري يتزامن مع الفوضى بلبنان، الفوضى بسوريا، كان على أساس بيبنوا دول. عظيم. نحن اللي عم نشوفه هلأ بالمرحلة هيدي أنه نعطي بعض الخصوصيات، يعني الأنظمة هي من ضمن النظام يصير في بعض الخصوصيات ضمن الكيان، ما بيتغير، ما بتتغير الجغرافيا، نعطي خصوصيات ديموغرافية. هاي الخصوصيات الديموغرافية عم رح نسميها الدول الاتحادية في المنطقة. ايه اوكي، عم بحكي شو بسمع. عم تحكيني عن مشهد شوي بالفعل معقد، لان ايه منه هيك. خليني ارجع على تسوية لبنان. قلت لنا اوكي تسوية، مين هيدا الرئيس؟ هيدا الرئيس اكيد سيكون بموافقة التيار الوطني الحر ومشاركته وبالاتفاق مع الوزير جبران باسيل. ما تربط يعني العلاقة التي تربط ها الحزب الأقوى مسيحيا أو الأكبر مسيحيا، هلا ما عم بحكي إنه القوات أكثر بالعدد من سقط أكثر، بغض النظر عن هذا حكي تفصيل صار. القوات اللبنانية أصلا مش بعيدة عن هذا الجو وبتتمنى تمشي بالحل، يمكن مش كلهم بس إنه بجزء كتير كبير مثل ما عم بقول لك. بس مين هيدي الشخصية؟ وجاهزين، بس بدهم كل واحد عم بيدور على الدور، يعني شو بده يلعب وشو بده يخبر للعالم. مين هيدي الشخصية؟ الشخصية اللي بتجي اقتصادية، شبعانة مش جوعانة، بنت عائلة من بين الأسماء المتداولة، لأن عم ينكب كتير أسماء. روجي ديب، ما بعرف مين روجي ديب. جهاد أزعور، خليه بالبنك الدولي لما ما بدنا وصاية، ما خلص. يعني عم تقلي عن اسم بعد منه مطروحة متداول بين الأسماء؟ لا لو متداول، لو يعني مش شرط يكون متداول، أهم شيء ما يكون محروق. هلأ بيطلع بين ال 74 وال 76 او بيطلع ب 88. هلا شو في مين هيدي الكتله ال 12 صوت يلي ممكن يصير في انسحابات من بعض الكتل، يعني تكتلات. شوفي اللي صار بالجوله ال 11، المجلس راح على 7 اجزاء. هلا المخيم اللي عاملينه بالمجلس تحت تبع ساك دو كوشاج، هيدا تبع الكشافه، هذا عشان يعبوا الوقت ليلاقوا شو الحل، يعني كيف انا نعمل. بس انه هي عمليا خطوه قد تكون رمزيه. مهضومة. اوكي مهضومة، يا ريت عملوها قبل، كان صيفيه لسقعه، اذا شتت الدنيا سقعه. دكتور رزق، هيدا الرئيس يلي عم بتقول انه بده يرعى عمليه انتقال لبنان الى الجمهوريه اقتصاديا وحتى سياسيا، بده يعطي ضمانات عن مستوى القضاء، يعني مثل ما شايفين هلا القضاء ولا شركه بتجي على لبنان، هذا ربكه، هذا مش دوله، يعني ما حدا بتحطي مصاري بدك تحميهم، مش هيك؟ إذا ما حدا عارف هو مين ولا قادرين شو. نشوف ما في صلاحيات واضحة قضائيا فارطة، صح، ماليا ما حدا عنده ثقة انه يقدر يستثمر بمصارف طول ما هي بعد الأزمة مستمرة، وطول ما هو بعد على مستوى المصرف المركزي ما نعرف هيدي الفجوة وين موجودة. المصارف الأمريكية عم تشتري بعض الأصول بالهيدا، بشو بالمصارف اللبنانية؟ تشتري في دول، في شركات يلي هي عابرة للدول بدأت تشتري، في بنكين ايه يلي هن الله يرحم فرنسا. يعني واضحة شو عم نحكي، بس تنسهل للعالم دكتور رزق، عم نحكي عن مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، سيكون عبر تملك مصارف كبرى أجنبية. ايه هي بتعطي الثقة بالمصارف اللي إعادة إحيائها لحتى ترجع تمشي المنظومة بنفس عدد المصارف يلي موجود هلأ أو رح نكون أمام هذا مصارف هولي حجمهم عقد يس كونتوار. هلأ بس نروح على الدولة النفطية بصيروا هو مزحة. عظيم. الاتفاق يعني على شكل النظام، كمبيوتر بوتوكس شيء هيك أوكي. على الخفيف. الاتفاق على شكل النظام الجديد يلي سيرعاه هذا الرئيس يلي حضرتك عم تتحدث عنه، اكيد يفترض ان يثبت شخصيه التيار الوطني الحر ومش سليمان فرنجيه.
واضحة واضحة واضحة. حزب الله ما بده سلامة فرنجي، مش ما يزعل منه سلامين بيك على راسنا بنحبه، دكتور رزق. بس مش هيك قبل ما هيدي انبلي لحالها، لا ما خاصة بس عندي مرقت هيدي بأنتر اللي لا لا ما رح تمر مرور الكرام. بس قبل ما اوصل لعندها مسألة النظام سيتهموا حزب الله بشي هو ما قاله، طول بالك عليه. سيتم الاتفاق على شكل النظام الجديد قبل ما نروح إلى انتخاب الرئيس يلي سيرعى هذا النظام؟ أكيد. أي متى؟ ما هي الكتل أي متى؟ بلش بروسس، بلش هاللقاءات. شو يعني تيار قبل ما عمل جولة حط مواصفات الرئيس اوكي انه ما اخذوها الكتل ما شفوها الاولويات الرئاسية الاولوية. طيب هلأ يمكن في مرشحين عندهم برنامج اقتصادي، انه ما بيسوى يكون في شي مرشح عنده برنامج حقيقي لانقاذ لبنان، ما هو مطلوب يكون في مرشحين، انه هو لازم يكون مرشح سري بيعملنا هيك باه بيطلع من السكر كشاج، خلص يطلعوا منها اللعبة، إنه نحن خايفين نعلن حالنا ليه. وين رح يصير الاتفاق على شكل النظام؟ أهم شيء أهم شيء اللي راحوا على مصر ليزكون، واللي مفكرين وبيحكوا مع السوريين بيزكون، لا مصر بتزكي ولا فرنسا بتزكي ولا حدا بزكي. مين بزكي؟ ما حدا فرقان معه مين، تتفقوا على شو، خلصوا شغلكم أنتوا، اعملوا اللي بدكم إياه، ممنوع تزعجوا إسرائيل إيه، وما تسمعونا صوتكم برا، وبكوا تراتبوا العلاقة مع سوريا. كمان امريكيين طالبين ترتيب العلاقه مع بس سوريا. تم يعني اوكي يعني عظيم يعني. بس هيدا النظام وين رح يتم الاتفاق؟ شوية مجاعة قبل، شوية بكي قبل، بس انه هيك قديه بعد اللبنانيين بدهم يبقوا ويكون في مجاعة؟ هي كل واحد عم بيجرب يشد عصب التاني ليشوف قديه بيقدر يقدم تنازلات. انت عم بتقلي يعني اللبنانيين جمعتين بنص بنص شباط، بنبلش نشوف طلعة شوي. الخوف الخوف اذا ما طلعنا مزبوط يعني ما تمت، اذا بدك نخلص الخلاصة كاملة رح نرجع نفوت بالدوامة الانهيار الرابع بتموز يلي هونيك الكارثة الكبيرة. إذا الكبرى عشان هيك الكل عم بيدفع، لأنه بتموز عم نحكي عم بيكون رياض سلام انتهيت ولايته بحكمية المركز، عم نحكي كولابس توتل الانهيار. عشان هيك أمريكا عم بتجرب انه يا خي منقدم نحن شوي تنازلات، انتوا قدموا شوي منعمل نص الطريق ومنروح. مش يعني ما في خلافات، في خلافات بس نقدر نسويها. النظام ما اسمه تسوية. النظام سيشمل مين الرئيس، شكل الحكومة، ترتيبات جوهرية بالوقت على الإصلاحات الدستورية بلس حاكم مركزي بلس قائد جيش. هلا بيتفاوضوا هول عليهم، ما بيزعلوا للوزير باسيل بالحكمية وبقيادة الجيش، لو عليه عقوبات بس تقيل يعني ما بيطير من بعبدة مثل ما قال لهم السيد، إذا أجا هوا الأمريكي ما بيطيروا من بعبدة على المتوسط. هلأ بعد ناقص تقل لي جبران باسيل بيجي رئيس جمهورية؟ لا أنا ما قلتك، عم بقول كشخصية لا أكيد لا مش هذا هو صانع الرؤساء، بيصنع يعني معه كتلة عنده تأثير، شارع بعده بأيده، معلش نقدر نطلع شو إذا حطوا عليها عقوبات شو يعني. هلأ هو السيد عمر حرفوش من يومين كمان كان له تصريح شوية لافت إنه التقى نانسي بيلوسي، ولما سأل عن ملف الوزير باسيل كان الجواب الأمريكي إنه عقوبات سياسية لأن معنا ملف فساد، يعني كمان كان لافت تصريحه، مش ما بعرف إذا بيمرق هيك. هو القانون اللي طلع عقبوه فيه يعني القانون مرتبط بشي فساد شيء له علاقة بروسيا تنحل. مش حزب الله تنحل. ليش قلت لي حزب الله لا يريد سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية؟ لأنه بعده لا يريد، لا إنه بنكون رايحين على التوتال كولابس إذا تمسك بسليمان فرنجي. هو مش أصلاً مش متمسك فيه، ما بعرف ليش عم بيقولوا هيك، ما بعرف أي منظومة مين قابض ليش عم بيقول هيك، ما بعرف. ولا مرة حتى أمين عام حزب الله ولا مرة قال أنا أزكي هذا الاسم، قال بعد ما في اسمعنا شيء، ما سمعنا، قلنا إنه منروح معه للأخير، ما حد ما سمعت أنا هذا، ما بعرف يمكن أنا في شيء ما سمعته. بس هو مقتنع يمكن من منطلق أخلاقي حزب الله بيقول أنه يدعم ترشيح اتفاق 2016 صار ورانا شو هيك من روح. لا خلص تغيرت الظروف، تغيرت. بس هون كأنك عم بتقلي أنه العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله تقريبا طبيعي، وهو الواقع مش هيك يعني وين عمليا وقع؟ وين واقع بين التيار وحزب الله؟ واقع جيد من بعد جلسات حكومة مئاتي. بدك ترد؟ مش في فمي ماء، هلأ شربت ماء. بس الموضوع حزب الله إذا بنجي نحط بالأولويات، ما تنسي أنه في شيء اسمه العلاقة السنية الشيعية طبيعي. كمان مثل ما نحن بدنا نشوف مثل ما حزب الله تنفترض كقوة سياسية مش كقوة شيعية، كقوة سياسية ومقاومة عندها هواجسها، بدنا نرعي لها هواجسها، هيدي وحدة من الهواجس. نجيب مئات كان براعي هواجس المقاومة دكتور رزق،
لا جد، بغض النظر عن شخص الرئيس، ولكن هيدي في مخالفة دستورية. يعني ترجوه للرئيس نجيب ميقاتي من بعد الانتخابات يروحوا على جلسة، وكان لا يزال الرئيس عماد ميشيل عون بعبدة موجود، وكان ملف الكهرباء مطروح، وحتى سلفة الكهرباء يلي غطاها رئيس حزب القوات وقال أنا مع جلسة لمجلس الوزراء، ما هن كانوا طعنوا فيها عمليا. كل هيدي المواضيع كانت مطروحة، ليش فجأة صار في يعني أولويات وبدنا نغطي جلسة لا دستورية غير ميثاقية تضرب الموقع الأول؟ أنا بالدستور ما بعرف، بس بسمع وقريت بعض الأشياء لها علاقة بما يجري. هلأ غير دستورية اتفقنا، فينا نلاقي لها حل بالضربة القادمة. يعني أنت اليوم بتعمل امتصاص لشيء ما لا تربح هي الخطوة القادمة. يعني أوقات إذا عم تلعب تشيس لنوضحها، عم تلعب شطرنج، بتطعميه أول أكل وبتطعميه تاني أكل وتقول له كش ملك. ما بعرف إذا وضحت إنه بتعطي انتصارات ولو وهمية وبعدين ما قلت وهمية، انتصارات حرام معارك من ضمن الحرب. إيه بالحرب الكبرى لا أكيد لا، يعني في خطوط حمر ما حدا بيكسر الطيار فيها، ورح نشوف. منضل نصلي بإيدنا عوجنا يا نجيب ميقاتي. مع صليبك رح نختم نبض بيروت وتغطيتنا المباشرة كمان اللي كنا فيها رئيس مركز الاستشاري لدراسات دكتور عماد رزق. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا لكم لمتابعتنا من بداية هذه التغطية وتباعا مع نبض بيروت، وطبعا ملتقينا بنشرة الساعة 8. إلى اللقاء.